افضل اقول غلبها حكومة، اصل انا قلتها في العموم لكل العصور لكل اللي جاي، ان دول هم الاساس. وعلى فكرة انا قلت في جوه المشهد، وده كان ارتجالي جدا على الهوى، قلت دي وجهة نظري انا خاصة بي، انا قلت الناس مش عايزة تمد ايديها وتقول يا محسن لله، الناس عايزة تشتغل وتاكل من عرق جبنها، الناس مش عايزة تديني، لا لا شغلني 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 وانا هبقى مبسوط. بس انت مش يعني زي ما بقول زي المثل بيقول لك ايه، مش يعني علمني الصيد بدل، انت فاهمني، علمني كيف اصطاد كيف اصطاد. ففكره انك بتدوس على الحاجات، انك بتقول للناس يمكن في مسؤول يشوف الماء، يمكن في اي حاجه، الناس تطبطب على بعض شويه، تحس ببعض شويه، بس لان دول الاساس وهم دول اهلنا يعني.